رن صوت في الأعالي، يا ترى ماذا الخبر؟ ولد اليوم المسيح طفلاً وديعاً في مذود حقير. أنشدت له الملائكة فرحاً بمولده المجيد. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. جاء الرعاة مسرعين ليسجدوا وينظروا الطفل الوديع، تابعين النجم المنير من المشرق. قدم المجوس محملين بالهدايا، ذهبا مرا ولبانا لذاك الطفل الحبيب. يا له يوم عظيم، مولد الطفل الكريم. هللويا هللويا، لنفرح ونبتهج معا بذكر مولد طفل الصمد، ولنسبح اسمه العظيم عمانوئيل، الله معنا. آمين. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى برنامج بشرى السلام. بمناسبة عيد ميلاد يسوع المجيد، تتقدم إدارة بشرى السلام بأطيب التهاني والتمنيات لجميع المشاهدين الكرام أينما كنتم. عسى أن يكون برنامجنا لهذا اليوم سبب بركة وسعادة للجميع. برنامج هذا اليوم سيكون كالآتي: الموسيقى لهذا البرنامج يقدمها السيد ريان. الدكتورة وايس ستقوم بإعطائنا النصائح الصحية. جوقة بشرى السلام ستقدم ترانيم عيد الميلاد. السيدة حني ستقدم قصة الأطفال لأعزائنا الصغار. قراءة الكتاب المقدس ستقوم بها السيدة جنان. عظة هذا اليوم سيقدمها السيد بشار فرجو. نسأل بركة الرب على هذا البرنامج. Thank you.
دعونا نحن رؤوسنا للصلاة. أبانا وإلهنا السماوي القدوس، إذ نحتفل بولادة يسوع المسيح، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والحمد على هذه العطية الثمينة. ابنك الحبيب يسوع المسيح ولد وتجسد وعاش على هذه الأرض وصلب على الصليب من أجل فدائنا نحن الخطاة. نطلب منك يا رب أن تحل في وسطنا وتكون مع أولادك أينما كانوا. كن يا رب مع المتعبين وثقيلي الأحمال. شافي المرضى وعز الحزانة وقوي الضعفاء. يا رب ساعدنا أن نتذكر دائما أن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد الذي جاء وولد ومات لفدائنا. نسأل كل هذا من أجل فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين. إننا الآن في موسم الأعياد، وبالنسبة لنا نحن الشرقيون إنه اليوم الثاني لعيد الميلاد، إذ كنا نحتفل 3 أيام. إنها الوقت من السنة الذي فيه نركز اهتمامنا على العادات والتقاليد ومنها الهدايا. لابد كل منا قد زار الأسواق مرات عديدة لكي نفتش على الهدية المناسبة لأحبائنا صغارا وكبار. إن تبادل الهدايا يلعب دورا مهما في احتفال بعيد الميلاد، على الأخص إن إعطاء الهدايا أمر يمارس في كل أنحاء العالم، وذلك للتعبير عن المحبة والشكر والتقدير، كما أنه يقوي العلاقات الاجتماعية ويجلب الفرح والسرور للآخرين. هناك نوع من الشعور بالسرور والبهجة والارتباط عندما ذهبت لتفتش عن تلك الهدية. يقول الدكتور ديفن بيرد، PhD Associate Professor and Chair Department of Behavioral Sciences at South University, Savannah, Georgia، إن إعطاء الهدايا يجلب الشعور الطيب داخلياً وله فوائد ومنافع، ليس فقط للمستلم بل للمعطي أيضا، لصحته وسعادته ولتقوية الرابطة الاجتماعية. عجبا، ما هي الفوائد التي اجتنيناها أو سوف نجتنيها من إعطاء وتبادل الهدايا؟ طبعا
طبعاً إن ممارسة الإعطاء يجلب الشعور بالسرور والفرح الذي يؤثر علينا بيولوجياً. في دراسة أجريت عام 2006 من قبل جورج مول ومساعديه في الـ NIH، وجدوا بأن الناس الذين يتبرعون للمؤسسات الخيرية ذلك يحفز منطقة في الدماغ التي لها علاقة بالفرح، الرابطة الاجتماعية والثقة، والتي تؤدي إلى الشعور بالدفء والتقرب للآخرين. ويعتقد العلماء أن حب الغير ومساعدتهم يؤدي إلى إفراز إندورفينز في الدماغ الذين يكون تأثيرهم موجباً ويدعى هيلبر هاي. ممارسة الإعطاء جيد لصحتك. أجريت بحوث كثيرة ودراسات، وكلها دلت على أن الإعطاء يؤدي إلى تحسن الصحة حتى بين المرضى والمسنين والذين يعانون من أمراض عضيلة. هذا ما يقوله الدكتور ستيفن بوست، بروفيسور of Preventive Medicine at Stony Brook University, New York. أيضاً يقترح الباحثون بأن هنالك سبب آخر الذي يجعل الإعطاء يحسن الصحة الجسدية، لأنه يقلل من الستريس الذي يؤدي بدوره إلى مختلف الأمراض. دراسة أجريت من قبل جون هوبكنز and University of Tennessee بأن الذين أعطوا من أنفسهم لمساندة ومعاضدة الآخرين كان عندهم ضغط الدم أقل من الذين لم يشتركوا في عمل أي شيء للآخرين. إن العطاء له علاقة بإفراز الهرمون الأوكسيتوسين الذي يقرب العلاقات بين الأشخاص ويعطيهم الشعور الموجب في علاقتهم. يقول الدكتور بول زاك، Chief of Neuroeconomics at Claremont Graduate University، بأنه وجد أن إعطاء جرعة من الهرمون الأوكسيتوسين جعلت الناس أن يعطوا بسخاء أكثر وشعروا بالعطف للآخرين، واستمر هذا الشعور لمدة ساعتين. إن هؤلاء الناس ساعدوا في بدء حلقة من المتبرعين الأسخياء، إذ أحدهم كان قدوة للآخر. العطاء وتبادل الهدايا يحفز الشعور بالثقة والتعاون التي تقوي علاقتنا بالآخرين. إن الشعور الموجب في العلاقات الاجتماعية هو مركز أساسي للصحة الفكرية والجسدية الجيدة. إن أخذنا لحظة لنفكر عن ما هو حقاً يجلب الفرح الحقيقي والدائمي، وما هي أعظم هدية استلمناها نحن البشر، إنها ليست الهدايا التي اشتريناها نحن أو اشتراها لنا الآخرين، ولا الشجرة التي زيناها، ولا حتى سانتا كلوس الذي وقفت مع أولادك بعد دفع الثمن لتراه، وثم للصغار للجلوس في حضنه، وكل ما سيقوله لهم: أيها الصبي الصغير، ما اسمك؟ وأيتها الابنة الصغيرة، ما اسمك؟ وأحياناً تسرع لأخذهم منه لأنهم بدأوا بالبكاء لخوفهم منه. إننا حقاً نحتفل لأمر حدث أكثر من 2000 عام مضت، عندما بشر الملاك الرعاة قائلاً: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وثم سبح الملائكة وقالوا: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. لم يقف الرعاة في الخط ينتظرون ليروا الطفل في المذود، لأن ملك الملوك ورب الأرباب كان معهم على الدوام. لم يدفع الصغار الثمن للجلوس في حضن يسوع، بل هو الذي قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لم يحتاج يسوع المسيح أن يسأل الصغار ما اسمهم، لأنه عرف اسمهم قبل أن يعرفوه هم، وحتى شعور رؤوسهم محصات.
سانتا كلوز كل ما يفعله هو أن يجلب الهدايا التي اشتريتها أنت ليضعها تحت الشجرة، ولكن يسوع قدم نفسه كعطية عظمى على الشجرة لكي يصلب من أجلك ومن أجلي، حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. دعونا يا أحبائي أن نتذكر هدية السماء لنا، وأن تكون هذه العطية يسوع المسيح محور احتفالاتنا لا بل محور حياتنا يوما بعد آخر. عيد ميلاد سعيد مملوء بالبركات لكل منكم. شكرا. بدي أحكي لكم قصة عن بنت اسمها سميرة. سميرة كان عندها أخ اسمه سمير، وبعد عيد الشكر بيومين ثلاثة قالوا يعني هو أهلنا بلش يروحوا على السوق ونحن ما قلنا شو بدنا. قال لا أخوة ما يهمك، مش أهلنا اللي رح يجيبوا الهدايا، بابا نوال سانتا كلاوز هو بيجيب لنا الهدايا. قالت له ما تصدق هالحكي، السنة الماضية أنا كنت نايمة وغمضت عين وفتحت عين، وبالعين اللي فتحتها شفت البابا لابس روب وعم بيجيب أشياء ويحطهم تحت الشجرة. هيدا مش سانتا كلوز، هيدا كان البابا.
ألا مش معقول، لازم نحن نكتب له مكتوب. قالت له بتعرف نحن منكتب له مكتوب لسانتا، مع إنه ما في سانتا، بس حتى الناس يتذكروا، لأن أهلنا بلشوا ينسوا شو نحن بدنا. قال شو بدنا نكتب؟ قالت له روح جيب لي ورقة وتعا. قال أنت بتعرفي تكتبي؟ قالت له أنت بتساعدني، هو ما بيقدر يساعدها. كيف بدنا نكتب؟ بدي، قال أنا بدي علبة تلوين. كيف بيكتبها؟ جربوا يكتبوا ما عرفوا كيف. قالت له روح اسأل الماما، علبة العلبة بيكون آخرها تي قصيرة أو تي طويلة. راح سأل أمه، قالت له تي قصيرة. سو كتب علبة تلوين لسامر، تفاح وبردقان لسامر. هي قالت أنا بدي علبة شوكولا، بدي فستان. قعدت هي تكتب شو بدها، هو يقول لها اكتبي، وإذا كلمة ما عرفوا يكتبوها يركضوا لعند أمهم يسألوها كيف منكتب هالشي. آخر شي عملوا لستة طويلة، عبوا ورقة، شو هذا سامر وجه هذا أخته سميرة، وخلصوا وقالوا سكروها وجابوا ظرف وقالوا بدنا كيف بدنا نبعت مين بدنا نبعتها؟ قال نحن منحطها على الطاولة والماما بتهتم فيها، هي بتوصلها. حطوها، حطوا عليها طوابع وعنوانوها القطب الجنوبي، بابا نوال، سانتا كلاوز، حتى إذا ما عرفوا يودوا. بعدين قالت راحت رجعت على الغرفة، قالت له يا خيي كتير كنا أنانيين. قال له شو معنات أنانيين؟ قالت له يعني منحب شيء إلنا وحدنا. خلينا نرجع نجيب المكتوب. رجعوا على مهلهم حتى أمهم ما تعرف، لقوا المكتوب بعده على الطاولة، رجعوا فتحوه وكتبوا من تحت عليه، قالوا نرجوك ما تنسى كل الأولاد الفقرة بالعالم. بعدين هي سميرة قالت كمان بدي إياك يا مينك أنت اللي بدك تجيب الهدايا، تجيب هدية لرفيقتي عبير، لأن عبير أم واحدة ما عندها بي عبير، وهي كتير فقيرة ومش رح تقدر يجيها هدايا كتير. بدي إياك تجيب لها لعبة مثل اللعبة اللي أنا قلت بدي إياها، لأن هي كانت قايلي أنا بدي لعبة بتغمض عيونها، بتفتح عيونها وبتغمضون. وبدي إياك يا سانتا كلاوز أو بابا نوال تجيب لها هدية لعبير بتفتح عيونها وبتغمضون. ورجعت سكرت الصرف وعبيته وبعتت وحطته على المكتب تبع أمه. تاني يوم الصبح كان راح لهاي، صار يعدوا الأيام بده أيمت بده يجي العيد، رح يتذكروا، رح يقروا المكتوب، رح يجيبوا لنا كل الهدايا. هداك اليوم ناموا، قاموا الصبح لقوا كل شيء تحت الشجرة مليان هدايا، بلشوا يفتحوا. هو السيارات اللي طلبها اجت، كان في بالكياس في كان تفاح وبردقان وشوكولا وبونبون وكل الاشياء اللي طلبوها، تياب وهي، بس اللعبة مش موجودة. هاي قالت يمكن انا هجيتها غلط، يمكن ما فهم علي كيف حتى اللعبة ما اجتني لعبة، ان شاء الله تكون اجت لعبة لرفيقتي عبير، يمكن بعتوا لياها لعبير، يمكن بعتوها بالغلط، وانا كتبت لعبة الي ولعبة الها، بس هني حطوا يمكن الها وحده. وهي ضل فكرة مشغول، ويوم العيد ما كانت مبسوطة. بعد الظهر كان تاتا عاملة حفلة لأولاد العيلة، للبنات العمات والعمي والخالات كلهم معزومين عند التاتا، وفي هدايا كتير عند التاتا. راحوا لهوني وأخذوا هدايا كتير، ما حتى ما كانوا حاطين على اللستة تبعهم. وآخر شيء سميرة اجت التاتا وعطيتها لعبة، بدي فرجيك من هاللعبة. بتحرك إيديا، بتحرك إجريا، حتى إذا نيمتها هيك بتغمض عيونها.
نفس اللعبة اللي هي طلبيتها من 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 سانتا كلاوز اجيتها لسميرة. فرحت كثير وحبيتها للعبة، وإن شاء الله تكون عبير عندها لعبة مثلها. وبعدين خلصت الحفلة وتركت البيت وراحت هي ورايحة على الطريق وحاملة لعبتها وفرحانة فيها بشكل. وما إلا بتشوف عبير بالطريق بتقلها عبير فرحانة أنت بلعبتك حبيتيها شو سميتيها؟ قالت له شو لعبي؟ قالت له ما أجيتك لعبي أنت كمان؟ قالت له لا. قالت له أنا وصيت لك على لعبي حطيتها على اللستة تبعي. قالت له نو أنا ما أجتني لعبي. وبلشت صديقتها عبير تبكي. اطلعت سميرة بلعبتها وفكرت، فكرت كتير وقالت أنا بحب صديقتي كتير كتير لدرجي، وأنا إجاني كتير إشياء تانية، بعطيها لعبتي أو ما بعطيها؟ فكرت كتير، بعدين أخذت لعبتها حاشيتها لآخر مرة وباسيتها وقالت لها تعي يا عبير هاي اللعبة إلك أنت لأن أنا طلبت لك هي. شوفوا يا صغار يا حلوين، العيد جاي والولاد بيكونوا كتير أنانيين بدهم كل شي لحالهم. تذكروا إنه في ولاد كتير بالعالم ما عندهم ياكلوا، ما عندهم تياب يلبسوا، وبعدين يمكن ما يكونوا بإفريقيا أو بالصين، يمكن يكونوا جيرانكم. سو وقت بدكم تطلبوا لنفسكم اطلبوا لغيركم كمان، لأن يسوع وقت إجا على الأرض لهون ما إجا من شان نفسه، إجا من شاننا نحن، وهيدا مش عيدنا نحن، هيدا عيد يسوع. سو خلي يكون عيد لنعطي مش لناخد. شكرا، وإن شاء الله كل عيد وأنتم بخير. تخيل بأنك كنت مؤسسا لشركة أو منشئ لمؤسسة كبيرة، وقبل إنشاء هذه المؤسسة طبعا كأي مؤسسة قررت أن تضع بعض القوانين أو المبادئ التي تحدد وتعرف ما هذه المؤسسة وما القوانين التي تبنى عليها. على رأس هذه المبادئ والقوانين كانت حماية وحفظ حقوق الموظفين. طبعا الموظفين بالرغم من أو بغض النظر عن منصبهم، إن كان مدير عام مسؤول أو موظف عادي، قانون الحماية وحفظ حقوقهم يشملهم جميعا ما داموا يعملون تحت هذه الشركة ويلتزمون بقوانينها. من بين قوانين التي أيضا وضعتها أنت لهذه الشركة قبل أن تبدأ هذه الشركة وتنشئها هي الاحترام. على الموظف أن يحترم مسؤوله، وعلى المسؤول أيضا أن يظهر صفة الاحترام لموظفه. الصفة الأخرى أو القانون الآخر الذي وضعته لهذه الشركة هو الصدق والأمانة. ففي سبيل المثال، إذا كان لديك أحد موظفينك وهذا أحد الموظفين مر بظروف صعبة، كان لديه عائلة كبيرة ولم يستطيع أن يوفر لهم احتياجاتهم، فبدأ بالتفكير وكانت لديه الفرصة أن يسرق، فبدأ بالسرقة. وإذ كان يسرق بدأ يسرق وامتدت مدة السرقة إلى شهر كامل بدون معرفة المسؤول على أن هذا الموظف كان يسرق. لكن بعد شهر هذا الموظف بدأ ضميره يؤنبه وأراد أن يعترف بما فعله للمسؤول. طبعا هناك قانون الصدق والاحترام أيضا،
فتذكر أنه يستطيع عندما تذكر أنه يجب أن يعترف لمسؤوله علم بأنه بأن لديه الفرصة كي يعترف وأن مسؤوله هو يستطيع أن يحترمه ويساعده، فهذا ما فعله. فإذا ذهب إلى المسؤول واعترف بما فعله وقرر بأنه سيعوض ما سرقه، على المسؤول أن يسامحه و بأنه يحترم ويحترم هذا الموظف، وعلى الموظف أن يبقى في المؤسسة. طبعا هذا كان مثال على قانون الاحترام وقانون الصدق. من الأشخاص الذين أردت أنت أن يكون بجانبك في قبل تأسيس هذه الشركة هو نائب عنك. هذا النائب أردته أن يكون ذكي جدا، لديه قدرات أن يقود، وهو لامع جدا، ولديه الحكمة والمقدرة على أن يدافع عن هذه الشركة وعن مبادئ هذه الشركة. طبعا الشخص الذي كان يدافع هو أيضا كان المحامي. فأخذت على عاتقك الشخصي على أن تجتهد في إيجاد هذا الشخص الذي سوف يكون نائب عنك. فبعد فترة من الزمن وجدت هذا الشخص، وهذا الشخص كان محامي لامع جدا، ذكي جدا. اعتقدت بأنه سوف يكون، لا يوجد شخص أحسن منه ليأخذ هذه المسؤولية، شخص يكون نائب عنك، شخص يستطيع أن يدير الشركة، شخص يستطيع أن يدافع عن الشركة. فأصبح هذا المحامي من أقرب الناس إليك، أقرب حتى من عائلتك، مقرب جدا، وثقتك به ازدادت يوما بعد يوم. لكن يوما من الأيام هذا النائب بدأ بالتساؤل وقال: أني أنا ذكي ولامع وقادر على أن أدير هذه الشركة، وأستطيع حتى أن أخذ منزلك أنت كمنشئ لهذه الشركة. طبعا أنت هو المؤسس، وهذا المحامي مهما يكون فهو نائب عنك، لكن أراد أن يأخذ مكانك، وبدأ بالغيرة وبدأ بالحسد. فتصور أنك أنت في هذا الموقف، وأن هذا الشخص المقرب إليك في وقت من الأوقات يبدأ بطعن بشخصيتك. طبعا إذا تتذكرون ذكرت أنه أنت أردت أن تبني هذه الشركة على المبدأ الأساسي هو أن تحمي حقوق الموظفين، تحمي الموظف بالرغم من منصبهم، تحمي حقوق الموظف طالما كانوا يعملون الشركة ويلتزمون بقوانينها. لكن هذا الشخص المقرب إليك والشخص الذي هو الذي أنت وظفته لكي يدافع عن شركتك بدأ بالتكلم للموظفين وبدأ بطعن شخصيتك وقال أنك أنت أناني، أنت دكتاتوري،
أنت بدأت هذه الشركة لفائدتك الشخصية وليس لكي تحفظ حقوق الموظفين وتحميهم وتظهر لهم الاحترام والصدق وكل هذه الصفات الذي أنت تقدرها. فماذا يكون شعورك في هذا الموقف؟ وماذا يكون تصرفك؟ يقول الكتاب: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقوا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحي القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. أراد إبليس أن يأخذ منصب الله الإبن بصورة خاصة، وبدأ بطأن شخصية الآب. شخصية الله بدأت تهاجم من قبل إبليس، وادعى أن ناموسه الذي وضعه هو ناموس أناني، هو ناموس غير حقاني، هو ناموس وضع فقط لمصلحة الله. لكن ماذا يصف الكتاب إبليس قبل أن يسقط في الخطية؟ يقول الكتاب في حزقيال الإصحاح 28: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزء ويشب وياقوت أزرق وبرهمان وزمرد وذهب. أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت. أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك. ما هو الكروب المنبسط أو المظلل؟ في العهد القديم إذا الكتاب يوصف الهيكل لدينا ثلاثة أقسام: القسم الخارجي، والقسم الذي يكون في الداخل الذي مكون من جزئين، الجزء هو القدس، والجزء الداخلي هو قدس الأقداس. في قدس الأقداس كان تابوت العهد، ومن الأشياء التي كانت في تابوت العهد هو وصايا الله، وصايا الله العشر التي مثلت جوهر الله. وكان الكروب المظلل يظلل تابوت العهد، بمعنى أنه كان يحميه. تابوت العهد وصايا الله بضمنها تمثل عرش الله، والكروب المظلل يمثل الكروب الملاك الذي يظلل عرش الله ويحميه. الكتاب يصف إبليس على أنه كان الكروب المظلل، كان الملاك الذي وضع لكي يحمي ويدافع عن الله وعن صفاته وعن جوهره. تقول كلمة: على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك، من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم، بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار.
قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك، فسأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. إذ نقرأ الكتاب المقدس نرى أن الله دائما يريد أن يعلن صفاته لنا، يريد دائما أن يعلن صفاته لنا ويعلن مجده لنا. طبعا مجده يشير إلى أو يعني على أن أو جوهر الله، مجد الله هو جوهر الله. عندما سأل صديق الله موسى قال له أرني مجدك، ماذا فعل الرب؟ اجتاز الرب قدامه، وماذا أراه؟ أراه مجده، أراه صفاته. تقول الكلمة: ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، لكنه لا يبرئ إبراءً. لكن بالأخص أعلن الرب ليس فقط من خلال أنبيائه ومن خلال عابديه وحافظي وصاياه، لكن بصورة خاصة أراد الرب أن يعلن صفاته وجوهره من خلال يسوع ابنه الوحيد، كما قرأت الكلمة لنا في يوحنا الإصحاح الأول العدد 14، يقول: الكلمة صار جسداً وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. إذ نتذكر ميلاد المسيح في هذا المساء، دعونا نتأمل بصورة ملخصة بكيفية إظهار صفات وجوهر الله من خلال ولادة مخلصنا. أين ولد يسوع؟ ولد في مذود. لم يكن، يقول الكتاب، لم يكن لهما موضع في منزل. ألم يستط كان بقدرة الله أن يوفر لهم المكان، لكن باعتقادي لأنه الله لم يوفر لكي يظهر لنا شيئا مهما، أنه إله التواضع والخضوع. ماذا أراد إبليس؟ أراد أن يرتفع. وماذا قال له الله؟ أنه سيتواضع. الشيء الآخر الذي نتعلم من قصة ميلاد يسوع هو، تقول الآية: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ليس في خطاياهم، لكن من خطاياهم. وهذا يعني على أننا هنا على الأرض نستطيع الغلبة على الخطية، ليس فقط الزنا، ليس فقط السرقة، ليس فقط هذه الأشياء الخارجية، لكن حتى الخطايا المستترة: الغيرة، الكبرياء، الحسد، حب المنافسة، حب الظهور، كل هذه الأشياء، الخطايا المستترة، كما صلى داود: أبرئني من هذه الخطايا المستترة. يسوع أتى لكي يخلصنا من عب هذه الخطية. قد الناس لا نظهرها أمام الناس، لكنها موجودة في قلوبنا، ويسوع الوحيد الذي يستطيع أن يأخذها من حياتنا. الشيء الآخر الذي نتعلم من قصة الميلاد هو أنه سمي عمانوئير، الذي تفسيره الله معنا. الرب يريد أن يكون معك ومعي دائما، يريد علاقة شخصية معنا، يريد أن نعطيه وقتا من حياتنا
ونسلمه بالكامل كل ما لدينا. والشيء الأهم هو المحبة. ماذا تقول يوحنا الإصحاح الثالث والعدد السادس عشر؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المسيح لم يولد فقط في مذود، لكنه عاش حياة نكران الذات ومات أيضا لكي يمحي الخطية من قلوب قلبك وقلبي في هذا العالم، في هذه الأرض. في رومية 2 الإصحاح الرابع يقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. صلاتي أن نكون شكورين لعطية الله وأن نمنح حياتنا بالكامل. الرب منحنا كل ما لديه، كل ما في السماء منحنا نفسه من خلال يسوع، فهل سنسلم حياتنا له بالكامل؟ هل سنقدر عطاياه؟ هل سنقدر تعامله ولطفه؟ وهل هذا سيقتادنا إلى التوبة؟ صلاتي أن نكون جميعا عند قدمي يسوع شاكرين عطيته ومظهرين صفاته من خلال حياتنا لكي يتمجد اسمه ويتعجل مجيء يسوع ثانية. آمين. Yeah.
دعونا نحن رؤوسنا للصلاة. أبانا المحب، إلهنا القدوس، يا إلهي نشكرك يا رب من أجل محبتك ولطفك وصفاتك يا رب ومجدك الذي تظهره دائما لنا، وبصورة خاصة أظهرته من خلال مجيء يسوع وولادته في مكان متواضع، وأنك أظهرت لنا أنك تريد علاقة شخصية معنا، وأنك تريد أن تأخذ الخطية من حياتنا اليوم. نشكرك يا رب لأن لطفك يقودنا إلى التوبة، وليس لأنك إله صارم، إله أناني، لكنك إله محب. ساعدنا يا رب أن نقدر عطاياك ونقدر إعلانك لنفسك لنا، وساعدنا يا رب أن نعيش حياة التقوى، حياة التي تظهرك من خلال حياتنا، لكي دائما نمجد اسمك ولكي نرى يسوع قريبا على سحب المجد. اجعلنا يا رب جميعا أنكم مستعدين لذلك اليوم، لأن نسأل هذا باسم يسوع المسيح لك كل المجد. آمين.